سوي الأبطال وصف سوي الأبطال هم شعلات النضال هم شعلات النضال من الخليل أعلناها جئنا اليوم ممثلين لجامعة القدس المفتوحة جامعة الكل الوطني الفلسطيني لنوصل رسالة لكل المستويات وعلى رأسها لهذا المحتل الغاصب بأننا منغرسون في أرضنا وسنستجيب لكل التحديات التي يتعرض لها أبناء شعبنا. جئنا ممثلين لهذه الجامعة بكل تشكيلاتها وهيئاتها الإدارية والأكاديمية وكذلك مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية لنقول في ذكرى النكبة بأن هي رسالة لكل الفلسطيني للتمسك بالأرض والتجذب بالأرض ولكي ندافع عن أرضنا بكل المضامين والمفاهيم والتفاصيل وكذلك رسالة للإقليم لكل المكونات العربية في الشعب الفلسطيني بحضوره في أرضه هو يعني المدماك الأول الذي يحمي الكل العربي والإسلام. هذا اليوم في الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية الأولى، هذه النكبة تتجدد على قطاع غزة، يدعون أنها بسبب 7 أكتوبر ولكن الحقيقة أنها بسبب أن هذا المشروع هو مشروع احتلالي استعماري توسعي لا يستهدف الشعب الفلسطيني لوحده بل يستهدف العالم العربي بأكمله بل يستهدف البشرية والإنسانية. هذا اليوم يؤكد بأن هذا المشروع الصهيوني يعادي الشرعية الدولية يعادي العالم. عندما تقف أمريكا وإسرائيل لوحدهما في الأمم المتحدة والعالم بأكمله يؤيد الحق الفلسطيني. إذن 7 أكتوبر هو عملية ردة فعل على جرائم هذا الاحتلال واليوم يتوحد الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ضد هذه الجرائم التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني وضد هذه النكبات المتتالية ومصمم على التمسك بأرضه. ففلسطين باقية للفلسطينيين والاحتلال سينتهي وإلى زوال بإذن الله. قولوا الله قولوا الله قولوا الله قولوا الله هذه غزة محي الله هذه غزة محي الله اللي بتسأل إحنا